بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ اليوم مع بعض إن شاء الله. بدنا نأخذ إضافة الأبعاد، كيف بدنا نضيف الأبعاد اللي هي الدايمنشن على المساقط. يعني لو في عندي مسقط هذا الشكل مثلا، كيف أنا بدي أضيف عليه الأبعاد. الآن قبل كل شيء بدنا نروح نضبط الملف، نضبط الليميتس، نشوف الحدود limit 0 0. نحدد حدود الشاشة إلى 30 20، يعني مقاس A4، ونعمل زوم أول. نضبط الجريد والسناب اللي هي النقط، وقفزة الماوس نخليها 0.1 اللي هي ملي، والجريد مش ضروري في البداية بنخليه 1. أوكي. الآن في عندي مسقط مثلا بهذا الشكل، بدي أضيف له أبعاد قياسات موجودة عليه. الآن عندي في هذه القائمة annotation، في عندي text وفي عندي dimension. بضغط على هذا الأزرار، في عندي خيارات dimension. أول خيار اللي هو linear، linear اللي هو create a linear dimension، يعني بيعطيني قياسات خطية في اتجاه X وفي اتجاه Y. حتى لو كان الخط مائل ما بيعطيني قياس الخط المائل، بيعطيني القياس الأفقي أو الرأسي. نستخدم هذا الخيار، نضغط على اللينير، بتحرك بحدد نقطة البداية للشكل أو للخط، نقطة النهاية للخط. تظهر عندي الكتابة، بحرك إيدي للأعلى وللأسفل بحيث أني أحدد طول الإكستنشن لاين اللي هو الخط العكسي أو الخط التقاطع ما بين خط الأبعاد وخط المسقط او خط القياس. فبحدد المسافة اللي بتبعد عنها الدايمنشن وبأنقر نقطة تانية. بنلاحظ هنا انه القياس كبير كتير، يعني في عندي سهم، وهذا السهم بيستخدموه في الهندسة الميكانيكية. في عندي الكتاب كبير كتير، في عندي شكل غير مناسب. يعني اذا كان عندي المسقط بتكون عندي القياسات بكبر الغرفة او بحجم الغرفة، وهذا المقاس مش مناسب. حنعالج هذا الموضوع بعد هيك. احنا اليوم بدنا نتعرف على انواع الابعاد، انواع الدايمنشن، وبعد هيك بنعالج المشاكل هذه كلها. لو في عندي خط مائل على سبيل المثال، وجينا اخذنا اللينير اللي هو create a linear dimension، وجيت اخذت البعد الرأسي، نقطة للخط الرأسي ونقطة النهاية، بيعطيني البعد الرأسي، يعني بيعطيني في اتجاه Y أو في اتجاه X. طب لو تعاملت مع الخط المائل بالخيار لينير، إيش حيصير معي؟ نختار نقطة بداية الخط ونقطة نهاية الخط، حيعطيني لينير، يعني بشكل خطي في اتجاه X أو في اتجاه Y. لو حركت إيدي لليمين أو اليسار بيعطيني البعد بين النقطتين في اتجاه Y. لو تحركت للأعلى أو للأسفل بيعطيني البعد ما بين النقطتين في اتجاه X، ما بيعطيني الطول الحقيقي للضلع. طب هذا الخيار ما بيناسبني. إذا الخيار لينير يناسب فقط للخطوط الأفقية والخطوط الرأسية. طب في عندي خيار آخر aligned، aligned اللي هو creates an aligned linear dimension، بيعمل لي قياسات موازية مائلة مع الخطوط. يعني إذا الخط مائل بزاوية بيطلع معي خط البعد مائل بنفس الزاوية، وبيعطيني القياس الحقيقي للخط، مش البعد بين النقاط، بيعطيني القياس الحقيقي أي الطول الحقيقي للخط. نختار aligned ونبدأ من أول نقطة للنقطة الثانية، بلاحظ أنه البعد aligned موازي، أخذ نقطة البداية ونقطة النهاية وأعطاني الطول الحقيقي للخط، والكتابة أو خط الأبعاد موازي لخط الخط الحقيقي. بنلاحظ انه الكتابة ايضا كبيرة عندي هان، حنعالج هذا الموضوع ان شاء الله لاحقا. نمر على خيارات الابعاد. اذا قلنا اللينير بيعطيني قياس ابعاد في اتجاه X وفي اتجاه Y، قياسات خطية. aligned بيعطيني قياسات في اتجاهات مائلة موازية للخطوط. لو كان عندي نفس الشكل، هذا الشكل ممكن اتعامل معاه باللينير، ممكن اتعامل معاه بالaligned. يعني الaligned خيار الالايند بيغطي الخط المائل وبيغطي الخط الأفقي وبيغطي الالايند الخط الرأسي. الالايند يعني موازي، وين أنا بتحرك بيعطيني القياس ما بين النقطتين، القياس الحقيقي
للنقطتين. إذا الخيار ألاين أشمل من الخيار لينير في قياس الأبعاد. هيك أنا بقدر أضيف الأبعاد على المساقط. طيب الآن تعرفنا على الخيارات، خيارات قياس الأبعاد اللينير والألاين. في عندي قياسات زوايا، لو أنا في عندي شكل قطعة أرض مثلا قمت برفعها وبدي أتعرف على الزوايا الداخلية أو الزوايا الخارجية، قياس الزوايا. في عندي في الدايمنشن خيار أنجولار، أنجولار كريت أن أنجولار دايمنشن، بيعطيني أو بينشئ لي قياسات زوايا. بأخذ هذا الخيار بحدد الخط الأول والخط الثاني للزاوية، بتظهر عندي الزاوية، بتحرك ممكن أسجلها في الخارج للزاوية الخارجية المتممة أو المكملة على 180، أو في الداخل بيعطيني الزاوية المحصورة ما بين الخطين. الزاوية عنا 73 درجة. طبعا الزاوية أيضا في لها ضبط، يعني خط الأبعاد كبير كتير، الرقم كبير أو غير مناسب، حنخدهن في المحاضرة القادمة إن شاء الله كيف نضبط هذه العناصر كلها. نجرب كمان مرة الأنجولار الزوايا، نأخذ هذه الزاوية 145، نأخذ هذه الزاوية، نحصل على زوايا الشكل كلها 52، نأخذ هذه الزاوية 64، ونكمل الزاوية هاي 97. لو كان في عندي زاوية أكبر من 90 أو وكانت عكسية، بحاول يعطيني المكملة لل 180، يعني بيعطيني الامتداد للخط مع زاوية من الخط الآخر عليه 110، يعني الزاوية الخارجية بتكون عندي هان 70، والزاوية هذه طبعا معروفة خط مستقيم، يعني زاوية 180، يعني بدي الزاوية الداخلية 180 زائد 110 اللي هي 270. نكمل الأبعاد. في عندي من ضمن الخيارات، في عندي arc length. arc length هذا الخيار مهم جدا وبفيدني كتير في العمليات الحسابية. أنا في عندي قوس، هذا القوس جزء من دائرة. في العمليات الحسابية عشان أنا أحسب طول هذا القوس، على سبيل المثال في عندي درج دائري مثلا، في عندي درج دائري محصور بين الخطين، وهذا الخط أنا بدي أقسمه لمسافات 30-30 على سبيل المثال، فبدي أعرف أنا طول هذا الخط عشان أعرف كم جزء بحصل عليه. كيف بدي أعرف طوله؟ في الطريقة القديمة كنا نوصل ما بين الخط والمركز، مركز القوس نفعله من Object Snap، وبين المركز نأخذ الزاوية، نأخذ قياس الزاوية وبنقسم الزاوية على 360، بيكون هذا جزء من الدائرة، وبنطلع المحيط اللي هو جزء المحيط من المحيط الكل، محيط الدائرة بيساوي 2 باي ار او 2 طانق، اللي هو 2 ضرب 3.14 ضرب الار اللي هي نصف القطر لهذا القوس. وبعدين هذا بيطلع المحيط الكامل، بناخذ نسبة منه 117 تقسيم 360 ضرب المحيط الكامل، بيطلع معي طول هذا المحيط. هذه عملية شوي صعبة. أنا في عندي في الأوتوكاد خيار جاهز أخذ قياس القوس، في عندي هنا الارك لينث اللي هو طول القوس، بمجرد ما أمسك القوس بتحدد الطول بتاعه. في عندي إشارة مع تعني الطول للقوس 33.03 وحدة لهذا القوس، وحدد لي نقطة تقاطع المركز، نقطة البداية ونقطة النهاية. مرة تانية لو في عندي قوس آخر، نأخذ هذا الخيار اللي هو الارك لينث، نختار القوس بيمسك لي بدايته ونهايته، بيكتب لي طول القوس 51 وكذا. نمسح هذه الأشكال ونكمل الأبعاد، هاي زوم أول، ونكمل خيارات. في عند الخيار radius والخيار diameter. radius بيعطيني قياس نصف قطر لدائرة أو لقوس، diameter بيعطيني قياس القطر لدائرة أو قوس. نيجي نرسم دائرة ونرسم قوس، نأخذ الخيار radius، نمسك الدائرة بيظهر لي نقطة المركز، وإذا تحركت في الداخل بثبت لي السهم في الداخل، تحركت في الخارج
بيظهر لي السهم الأبعاد من الخارج بأشر على محيط الدائرة وبيعطيني R 3.52، يعني نصف القطر radius 3.52. نفس الشيء القوس، نختار radius للقوس، أيضا حدد لي نقطة المركز وحدد لي ممكن في الداخل أو في الخارج أنقل السهم والكتابة، حدد لي نقطة المركز والسهم بأشر على جزء محيط القوس وبقول لي R بتساوي 7.65. طيب نطبق الخيار الثاني الشبيه في ديميتر، شبيه فيه تماما لكن القياس بيختلف. هذه R اللي هي نصف القطر، نمسك نفس الدائرة بقول لي الفاي 7.03. لو ضربنا الR 3.52 ضرب 2 بيطلع عندي 7.03. نيجي عندي هنا نفس الشيء ديميتر للقوس بيقول لي الفاي 15.3، 7.6 ضرب 2 بيطلع عندي الرقم الثاني، يعني الفاي اللي هي القطر والآر اللي هي نصف القطر. في عندي ضل عندي الخيار أوردينيت، وهذا الخيار نستخدمه لقياس المناسيب. نشوف كيف. على سبيل المثال في عندي أنا هنا نعتبر في عندي واجهة هاي دايمنشن، نقول 5×3 مثلا، نعتبر هذا مسقط مسقط واجهة، نعمل منه كوبي 3 أو 4 طوابق. والآن بدنا نسجل مناسيب، نسجلها 0 0، نسجلها منسوب 3، منسوب 6، منسوب 9. طيب كيف بتتعامل مع المناسيب؟ دايمنشن الاوردينيت، اوردينيت بختار هذه النقطة، هي بقول لي المنسوب 17.2، اوردينيت اللي بعده 20.3، طبعا ضاف لي عليهم 3، لكن انا ما بديش هيك، ناخذ المنسوب اللي بعده هي قال لي 23.2، يعني بضيف كل مرة 3 اللي احنا اضفناها، يعني بتعامل مع مناسيب، هي بيعطيني 26 واللي بعده بيعطيني 29.2. بلاحظ انه الارقام 17 بدا من هام 17 بعدين 20 23 26 29، يعني اضاف الثلاثه اللي انا قمت بعملها في الواجهه، لكن انا ما بديش يبدا من ال 17، بدي يبدا من الصفر. فبروح بانقل هذا المؤشر باسحبه وبحطه عندي هنا، صار عندي في المنطقه هذه 0 0، صارت هذه هي الاحداثيات 0 0، صارت عندي هنا. الآن بعمل dimension ordinate، بأخذ النقطة هاي هيقال لي 0، النقطة اللي بعدها هيقال لي 3، النقطة اللي بعدها هيقال لي 6، النقطة اللي بعدها هيقال لي 9، والنقطة اللي بعدها هيقال لي 12. هيك أنا صفرت هذه النقطة وتعاملت مع مناسيب. هذا بالنسبة للوجهات. طب لو في عندي شبلونة، على سبيل المثال في عندي شابلون، نعتبر في عندي هان عمود دايمنشن 0.25.5، هاي عمود نعمل له هاتش سوليد، على سبيل المثال هاي في عندي هنا نعتبر في عندي هان مسقط دايمنشن له 10 ب 12، ونيجي نوزع الأعمدة، طبعا بروبرتز نغير لون العمود، ونيجي نوزع الأعمدة هاي موف مثلا في هاي النقطة، بعدين نعمل كوبي هاي نقطة وهاي نقطة، نعدل حرك العمود. الآن ننسخ منهم كوبي 3 أعمدة، نرفعهم 4 8، ونجيب عندي هنا الأعمدة اللي ضايلة. طيب على سبيل المثال عندي هاي الشبلونة، بدي أعمل شبلونة، هاي عندي خط محور، أخذت منتصف العمود وهي عندي خط محور، أعتبره منتصف العمود، وهذا الخط أغير لونه وأغير نوعه، طبعا بنغير لونه بنغير نوعه زي ما تعلمنا من اللاين تايب، الخطوط المتقطعة
ناخذ الهيدن او عفوا بناخذ السنتر لاين مركز العمود سنتر لاين وبنيجي بنحدد هذا الخط بنقول هذا الخط نوعه سنتر لاين خط سنتر طبعا نغير خصائصه وعلى اساس يظهر عندي خط سنتر لاين هذا خط مركز العمود الان ناخذ منه نسخه كوبي على باقي الاعمده على المنتصف علشان نروح نعمل شابلون وبنيجي نلف هذا الخط ناخذ محور الأعمدة بشكل رأسي هاي المحور كوبي ننسخ المحور لباقي الأعمدة على سبيل المثال هاي في عندي المحاور الآن الشابلونة كثير من الناس بروح بكتب كتابة تكست وبصير يحسب على الحاسب وعدل لا أنا ما بدي هيك أنا بدي الشابلونة تطلع قياساتها مضبوطة بختار هذا المؤشر نقرة تانية وباجي على نقطة البداية صفر صفر وبثبت الاكس واي الان باجي باخذ اوردينيت بقول هاي الشابلونة صفر صفر اوردينيت الخط الثاني هاي بقول المحور 25 دايمنشن اللي بعده بقول هاي 4 متر و 25 اللي بعده اللي هي المسافة التراكمية 825 اللي بعده وهكذا بنكمل القياسات ناخذ خط النهاية بيعطيني طول المبنى 12 نيجي في الناحية الثانية دايمنشن ايضا نبدأ من الصفر صفر بلاقي بسجل لصفر بعدين دايمنشن اللي بعده 13 واللي بعده 5.13 واللي بعده 9.88 واللي بعده 10 قياس المسقط طبعا هاي طلعنا الشابلونه بكل سهوله من خلال الخيار اوردينيت لكن في عندي مشكله اللي هي الابعاد كبيره كثير حجم البعد اكبر من حجم المسقط هذه الابعاد حنضبطها ان شاء الله في المحاضره الجايه كيف نضبط الابعاد ونتحكم في الدرجات الخاصه فيها سواء الاسهم سواء الاصفار او الارقام العشريه اللي خلف الفاصله الحجم اللون كل هذه الامور ان شاء الله حنتحكم فيها في المحاضرة الجاية